كمان بالنسبة لي إن إحنا نبتكر الأفكار لما منطلق إن هي توعي المواطن في الحفاظ على البيئة. فتوصلنا لهذه الفكرة مع وزارة الصحة بالتحديد مركز البديع الصحي في طهي الطبق الصحي في بيئة صحية. البيئة الصحية اللي احنا نتكلم عنها هي شلون نقدر نوصل للمواطن ثقافة انه يحافظ على الكمية في الطهي، طهي الطعام، وكيفية التخلص بطريقة سليمة للنفايات للخروج ببيئة نظيفة وسليمة. طبعا الفعالية مثل ما حضرتها خلال 3 أيام اللي فاتت واليوم الأخير فعالية جدا مرتبة واستقطبت شريحة مميزة وممتازة من المواطنين اللي هي شريحة الناس الشيفس والمهتمين بالطبخ. ونتمنى أن هذه الشراكة المجتمعية اللي كونها أنتجت ثمارها في هذه 3 أيام تكون متواصلة ونبتكر الأكثر والأكثر أن إحنا نطلع بشيء يحافظ على البيئة ويحافظ على الرقي نظافة البيئة عندنا في البحرين. شكراً.